ما شاء الله تبارك الله متميزة، والحلال متقارب وقوي. كيف شفت الشوط؟ والله نحمد الله ونشكر الله ونقول الله يوفق اللجنة على الحق ويساعدها. الحلال شفناه قوي ومنافسة قوية وكل مجتهد ومعزز، والله يحق الحق للي هو له. أبو سعيد طبعا أنت من أبو سالم. أبو سالم من رواد المهرجان ما شاء الله تبارك الرحمن، مشاركات كثيرة. التعزيز هالسنة في بنقية كيف كان؟ والله التعزيز قوي، التعزيز هذا السنة عززت فوق 18 فردية، ولا حد يجي ذا الميدان إلا هو بيعزز، وكل معزز ومجهد والله يوفق الجميع. شوط المجاهيم هالسنة بكامل الفئات مختلف؟ مختلف اختلاف شاسع. أول شيء في صفقات قوية في المجاهيم، مبطين ما شاهدناها إلا هذا العام، صفقات قوية وناس اشتروا مشترى قوي وعززوا وتعزيز قوي. دخول هالتجار الأقوياء في مجال الإبل ماذا يعني لكم أنتم منتجين وأصحاب إبل؟ والله يعنينا الشيء الكثير، إلى كثر الطلب زاد السعر. يسلام. والسنة ذي داخل تجار قويين ومشتراهم طيب ودعموا السوق دعم طيب، وهذا مما يسعدنا كملاك. شوط الستين اليوم كيف؟ والله شوط الستين قوي، كل مجهد وكل محتزم، والله يوفق الجميع. تتوقع؟ والله أتوقع كل علم طيب، اللجنة نظرها طيب وذمتها طيبة وترقيمها على اللي قد طلع من الحلال 100%. الله يعطيك العافية. وراضين باللي هم بيعطون. الله يعطيك العافية أبو سالم، وبارك التوفيق. وياك الله يطول عمرك.